English for All channel. How are you, my students? I am happy to see you again. Our session today is about grammar. Our grammar today is very interesting and very easy. Just concentrate with me. النهارده ان شاء الله الجرامر بتاعنا سهل جدا بس عايز شويه concentration يعني تركيز اكتر. بيتكلم على الاكتيف اند باسيف فورمينج. What the meaning of active and passive forming? Active معناها ان السنتنس بتاعتي كامله موجوده فيها السبجكت الفاعل والفيرب الفعل والاوبجكت المفعول. اي فول سنتنس عندي لازم تكون مكونه من 3 بارتس ثلاث اجزاء بس مش ثلاث كلمات لان الجزء الواحد ممكن يكون كذا كلمه. يعني السبجكت عندي يكون موجود، الفيرب يكون موجود، الاوبجكت المفعول يكون موجود، دي اسمها فول سنتنس. في عندي بقى دلوقتي احنا هنغير في الاماكن بتاعه السبجكت، هنجيبه مكان الاوبجكت وهنجيب الاوبجكت يخليه مكان السبجكت. ازاي الكلام ده يا ميس؟ Let's see. The bridge is made of stone. The bridge is made of stone. هنا بيتكلم على الكوبري. طبعا الكوبري دي حاجة غير عاقل. ازاي هتيجي في اول الكلام هي اللي تعمل الفعل؟ لازم السبجكت بتاعي يكون عاقل عشان يقدر يعمل الفيرب بتاعنا. طب انا هنا لقيت ان السبجكت بتاعي غير عاقل بس هيعمل فعل. يبقى is made هنا مش معناها يصنع. هنا معناها يصنع. يبقى ايه الفرق بين make and is made؟ هو ده بقى اللي بنتكلم عليه النهارده درسنا اللي هو الاكتيف اند باسيف فورم. انا هجيب الفيرب بتاعي هحط قبليه is or are. is مع السنجلر، are مع الجمع. الجمله دي اصلها كان عباره عن ايه؟ اصلها كانت البريدج في الاخر خالص. ونجيب مين بقى اللي بيصنع البريدج؟ الكباري اللي هم الانجينيرنج. يبقى engineers make the bridge. engineers make the bridge يعني المهندسون بيصنعوا الكوبري. طيب انا دلوقتي بقى لقيت ان الكوبري جه في الاول، اذا كلمه engineers اللي هي المهندسون مش موجوده في الجمله، عشان كده بنسميها passive يعني مجهول اللي هو الفاعل مش موجود عشان حذفناه من الجمله وجبنا الاوبجكت خليناه مكانه المفعول اللي هو البريدج. بقى المفعول هو موجود في الاول. يبقى بدل ما هقول make هجيب is or are plus past participle. past participle دوت اول لما ايه جاي بعد verb is or verb are اعرف على طول ان الجمله دي in passive form او في شكل المبني للمجهول. يبقى هنا معناها this bridge الكوبري ده مصنوع من، مش يصنع، مصنوع يعني في حد صنعه بس مش موجود. طب افرض يا ميس بقى small bridges، هنا بقى plural جمع، يبقى are built مصنوعة من، الكباري الصغيرة مصنوعة من، across streams اللي هي متبقية من الايه المجرى المائي الصغير. large bridges are designed by engineers. بصوا بقى هنا اهو، ادي engineers اهو انا قصدي عليها اللي هم المهندسون. جم في ده فين؟ at the last of the sentence في اخر الجملة. لما كان المفروض يقول اصل الجملة كان ايه؟ engineers design large bridges. اقولها تاني، engineers اللي هم المهندسون هي السبجكت الفاعل، design يصمموا هي الفيرب من غير اي دي، large bridges هي الاوبجكت المفعول. ايه اللي حصل بقى؟ جبنا large bridges اللي هي المفعول جبناها at the beginning في البدايه، بقت هي هنا تحل محل السبجكت. فعملنا ايه يا ميس؟ دي عشان بلور جم حطينا ار، وفيرب ديزاين يصمم في البريزنت خليناه ديزايند اللي هو الباست بارتيسيبل اوف ديزاين يصمم. هنا بقى معناها ايه بقى الجمله؟ معناها الكباري كبيره مصنوعه صنع مصممه. هنا ديزاين بمعنى يصمم، يبقى مصممه بواسطه الانجينيرز اللي هو باي، هم اللي عملوها المهندسون. فالمهندسون هنا جت فين؟ محل الاوبجكت. يبقى ده اسمه ايه؟ باسيف، مبني المجهول. Finish the sentence and write the letters. هنا يقول this is how a tunnel. الطريقة دي هي اللي التانل، ها التانل ده ايه؟ singular مفرد. يبقى أقول التانل ايه؟ is built. is built يبقى هنا عشان ده singular حطينا is plus past participle. يبقى نعمل matching كده. Number C. First a trench is dug. is dug هنا بقى ايه الفيرب موجود بتاعنا اللي هو
Number two. First, قلنا ايه بقى تاني؟ First, a trench is dug. ها يحفر. حفر ازاي بقى؟ Is dug. يحفر. يحفر هو ايه؟ مجهول. يحفر ازاي؟ By diggers. هم الحفارين. طيب. Number three. Next, huge tubes are lowered. Next, huge tubes. الانابيب اللي هي ضخمة قوي are lowered. By lowered ازاي؟ نزيد بقى هنا نشوف كده نصغر الخط شويه عشان كده الارو كبير قوي. I lowered into the trench by cranes. Number four. Finally, the tubes are covered with earth. ها ازاي بقى بتغطى؟ By bulldozer. عن طريق البلدوزرات هم اللي بيغطوها ايه في الارض. Sometimes deep tunnels are built. احيانا في أنفاق بتبنى through mountains خلال mountains الجبال. Enormous machines are used. Enormous machines are used اللي هي الآلات الضخمة قوي are used بتستخدم في إيه؟ To cut عشان نقطع بيها into to cut into the earth and rock نقطع بيها جوه الارض الصخور الكبيره. يبقى انا دلوقتي جبنا اهو is مع السنجلر والباست بارتيسيبل عشان ابني الجمله دي في الباسيف خليها مبني للمجهول. Now let's make a question in the passive form. كل اللي هنعمله هنجيب الكويستشن وورد at the beginning of the question like where اهو جبنا برضو is or are ونجيب الايه الاوبجكت اللي هو المفروض ان هو كان دلوقتي بقى السبجكت والباست بارتيسيبل وطبعا مش موجود عندنا السبجكت اللي هو الانسر. وير ار تانلز بيلت يبقى التانلز دي هي اللي كانت اوبجكت خليناها هنا سبجكت وجبنا الكويستشن وورد في الاول وبعدين حطينا از اور ار حسب اللي بتكلم عليه بتكلم على الانفاق فالتانلز دي جمع يبقى ار والباست بارتيسيبل. لما نيجي نعمل انسر tunnels are built شلنا طبعا عندنا هنا where حطينا are عشان tunnels plural built through mountains يبقى الأنفاق بتبنى خلال الجبال. Number one where bridges built where bridges built. طيب مثلا عايزين نعملها برضو question في عندي الأنسر اهو in a bakery by pilots for lifting thanks across river by farmers by engineers. يبقى انا دلوقتي عندي الانسرز اهي اللي انا هعمل عليها الكويستشن. يبقى where are bridges built where are bridges built اين بتبنى ايه البريدجز الانسر بتاعتنا فين where are bridges built across river ونحط r هنا. Who bridges designed by? Who bridges designed by? فين R بقى؟ هنقول برضو Who are bridges designed by? مين اللي صممها؟ عن طريق مين؟ هنا برضو بس يبقى مين اللي عمل bridges? By engineers المهندسين. What is a crane? هنا نحط بقى is عشان الكران اللي هي الرافعة singular مفردة used for بعمل بيها ايه الكران الرافعة دي؟ For lifting things. A crane is used for. لما اجي اعمل answer. A crane is used for. Bridges are designed by engineers. Number four. Who plans flown by? Who plans flown by? الطيارات. مين اللي بيطير الطيارات؟ مين؟ Who are planes? يبقى الطيارات بتطير عن طريق مين؟ يبقى planes are flown by الطيارين اللي هم pilots by pilots. يبقى لما اجي اعمل answer planes الطيارات are flown by pilots. Number five. Who food grown by? Who food grown by? ازاي بيزرع الطعام؟ يبقى food the singular يبقى who is food grown by مين اللي بيعمل food يبقى food is grown by farmers food is grown by farmers. Number six where bread made where bread made هنا bread دوت singular يبقى where is bread made أين
أين بيصنع البريد؟ يبقى البريد is made in bakery. Bread is made in bakery. يصنع فين البريد؟ في المخبز. يبقى in bakery. بس لما أجي أعمل بقى full sentence أجيب ال object اللي هو كان المفروض أصله هنا bridges or a crayon or a planes or food or bread و plus is plus are plus past participle حسب النوع بتاعي singular يبقى is plural يبقى are وحط past participle أنا كده حطيت by زائد subject اللي هو farmer or pilots حسب question بتاعي. Let's take the second part of grammar in conversation. Listen and read. Molly and Sam. What are your hobbies? What are your hobbies, Sam? إيه هواياتك يا سام؟ Well, I am very interested in. Interested in. أنا مغرم بـ collecting stamps. Collecting stamps. طبعا إحنا خدنا قبل كده rule بتقول إن prepositions أو حروف الجر ما ينفعش يجي بعديها الverb في infinitive form. أنا بخليه في noun plus ing. فأنا هنا بدل ما بقول يجمع يبقى تجميع الطوابع أو جمع الطوابع. Really is that rather boring؟ بس الهواية دي مش مملة. Boring. سام قال لها I don't get bored by it. لا أنا بحسش أنا زهقان. مولي I don't find stamps very interesting. هنا بقى خدوا بالكم interesting and interested. ده بقى الجزء الثاني من الجرامر بتاعنا. الصفات عندنا أو adjectives بتيجي plus ed لما بيكون بتكلم على عاقل. يعني I am هنا دي الإنسان. يبقى الصفة بتاعتي ending with ed. طب هنا بيتكلم عن stamps الطوابع غير عاقل. يبقى الـ adjective ending with ing. يبقى دلوقتي عندنا الـ adjective لما يكون بتكلم على عاقل he or she or any person I put ed interested. لكن لما اتكلم على an animate غير عاقل interesting. يبقى هنا بيتكلم على stamps فقال عليها ان هي ايه بتقول مولي ان هي very interesting. I don't find it very interesting. انا حاسه ان هي مش ايه ممتعه ولا حاجه. I am afraid. سام قال لها nonsense. Take a look at this. تعالي كده بصي كده. Take a look يعني خدي كده نظره. They are fascinating. دي ايه مدهشه. مولي you may be fascinated. شايفين الديفرنس؟ fascinating هنا مقصود بيها الستامب بس عشان غير عاقل لكن fascinated مقصود بيها العاقل اللي هي you may be fascinated اللي هو سام ده عاقل. I prefer a more exciting hobby. Exciting hobby برضه هنا الهوبي الهواية مش إنسان فقلنا exciting لكن لو قلت excited يبقى أنا هتجيب لي الإنسان لو أنا لما بحب الحاجة دي I am excited لكن الحاجة دي غير عاقل زي الهوبي exciting. Sam such as Molly pop music زي ايه بيقولها زي ايه حاجة تانية فيها exciting إثارة هتلاقي زي البوب ميوزك موسيقى البوب. Oh how boring. لا أنا بالنسبة لي boring ما بحبهاش. بصوا هنا كده boring ending with ing على الميوزك عشان مش إنسان لكن لما سام بتقول له I don't بيقول لها I don't get bored by it. I don't get bored. Bored هنا هو اللي مش حاسس بالملل هو اللي بيشعر يبقى دي سام هنا عاقل فقال بورد لكن هنا الميوزك غير عاقل بورينج. يبقى الدرس بتاع النهارده بارت 2 في الجرامر بيتكلم على الادجكتيفز لما تكون الادجكتيفز لحاجه عاقله يبقى على طول نختار الاي دي بورد انترستد اكسايتد لكن لما تكون غير عاقل اختار اللي هي end with ing interesting boring fascinating exciting. لكن الجرامر بتاعنا النهارده اتمنى ان انا اكون سهلته عليكم ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون سهل بالنسبه لكم. حاولوا تسمعوا الفيديو كذا مره ولو في اي كومنتس ابعتوني تحت الفيديو. See you soon and goodbye.